أهلا وسهلا بكم. نواصل دراسنا في دورة تمثيل الأعداد كجزء من أساسيات الإعلاميات بدرس لكيفية تحويل الأعداد النسبية من النظام العشري للنظام الثنائي. الأعداد النسبية أعني بها هنا الأعداد التي لها فاصلة، نحن لن نكتبها على شكل بسط ومقام وإنما على شكل جزء صحيح فاصلة جزء نسبي. في دروس سابقة تعرفنا على معنى أنظمة العد، تعرفنا على نظام العد العشري الثنائي الثماني والست عشري، وتعرفنا على كيفية التحويل بينها جميعها. من لم يشاهد تلك الدروس أنصحه بالرجوع لها ليمكنه متابعة هذا الدرس معا. إذا نبدأ بكتابة عنوان الدرس. لدينا في هذا الدرس الأعداد النسبية، إذا أكتب هنا كعنوان الأعداد النسبية وسنمثلها في النظام الثنائي. سنأخذ مثالين ونحولهما من النظام العشري للنظام الثنائي. مثلا سأخذ العدد 12,3125 في النظام العشري كم يساوي في النظام الثنائي. الطريقة هي أني أخذ العدد المكون من جزئين، كما قلت له جزء صحيح هو العدد 12 وجزء نسبي بعد الفاصلة هو العدد 0,3125. إذا أخذ العدد 12,3125 في النظام العشري يساوي. إذا أولا أقوم بتحويل الجزء الصحيح. طريقة تحويل عدد صحيح من النظام العشري للنظام الثنائي رأيناها في دروس سابقة. إذا العدد 12 في النظام الثنائي هو 1100، والآن نتعرف على كيفية تحويل الجزء النسبي. لنأخذ الجزء النسبي الذي هو في هذه الحالة 0,3125، نقوم بضربه في أساس النظام الثنائي الذي هو 2 فنحصل على 0,625. يمكن القيام بالعملية لمن لم يتمكن من معرفة ذلك مباشرة. إذن الطريقة هي أني أخذ الجزء الصحيح في هذه الحالة 0 أكتبه، وأخذ الجزء النسبي في هذه الحالة الذي هو 0,25 وأعاود نفس الشيء عليه. إذن 0,625 أقوم بضربه في 2 فأحصل على 1,250. نفس الشيء أخذ الجزء الصحيح 1 أقوم بكتابته، والجزء النسبي هنا هو 0,225 أو 250 أو 0,25، على الصفر بعد الفاصلة في النظام العشري ليس له أي أهمية. إذن أخذ العدد 0 أو عفوا اكتب بلون أزرق 0,25 وأعود عليه نفس العملية، أقوم بضربه في 2 فأحصل على 0,5. أخذ الجزء الصحيح أكتبه، والجزء النسبي وأعود عليه نفس العملية لدي 0,5 أقوم بضربه في 2 فأحصل على 1,0 أو 1. أكتب هنا 0,1,0 باللون الأزرق على هذا الشكل. أكتب الجزء الصحيح الذي هو 1، ولدي هنا جزء نسبي هو 0. حين أصل لجزء نسبي يساوي 0 أتوقف عن العملية، فيكون نهاية تمثيل العدد 0,3125 في النظام الثنائي هو هذا العدد على هذا الشكل من أعلى إلى أسفل 0,1,0,1. إذن نكمل هنا تمثيل العدد 12,3125. الجزء الصحيح كان هو 1,0,0,0 والجزء النسبي هو 0,1,0,1. إذن أكتب هنا فاصل عفوا أكتب بطريقة أفضل 0,1,0,1 في النظام الثنائي. إذن هذه هي طريقة تحويل نظام أو عدد نسبي من النظام العشري للنظام الثنائي. أحول الجزء الصحيح والجزء النسبي أحوله على هذه الطريقة عن طريق ضربه في 2 أخذ الجزء الصحيح كتابته، ومن بعد أخذ الجزء النسبي وضربه في 2 وهكذا إلى أن أحصل على ناتج أو جداء
جزءه النسبي يساوي الصفر. نأخذ مثال آخر لأن هناك حالات خاصة في هذه العملية، عملية التحويل من النظام الثنائي العشري للثنائي بالنسبة للأعداد النسبية. أخذ مثال مثلا 2.8 في النظام العشري كم يساوي في النظام الثنائي. نفس الطريقة نأخذ العدد 2.8 في النظام العشري وحول الجزء الصحيح 2 هو 1.0، والآن أعيد نفس العملية بالنسبة للجزء النسبي، أي العملية التي قمت بها هنا. لدي 0.8 أقوم بضربه في الأساس في 2 فأحصل على 1.6. شوف الأساس باللون الأبيض، إذن 1.6 بالضبط، 1.6. أخذ الجزء الصحيح الذي هو 1، أقوم بكتابته هنا. أخذ الجزء النسبي الذي هو 0.6 وأعود عليه 0.6، أقوم بضربه في 2 فأحصل على 1.2. أكتب 1.2، أخذ الجزء الصحيح 1، الجزء النسبي هو 0.2، أقوم بضربه في 2 فأحصل على 0.4. أخذ الجزء الصحيح لدي 0، الجزء النسبي أو الجزء العشري لدي هو 0.4، 0.4، أقوم بضربه في 2 فأحصل على 0.8. أخذ الجزء الصحيح هو 0 وأعاود العملية 0.8 وهنا أتوقف لأني ألاحظ أني سأكرر العملية. لاحظ معي 0.8 كنت قد كتبتها هنا، يعني قمت بهذه العملية. الآن لو أكملت ستتم أو سيتم تكرار هذه العمليات هنا بالأربع العمليات الأربعة بصفة لا نهائية. هنا نقول أن هذا العدد ليس له تمثيل نهائي في النظام الثنائي. الطريقة التي نكتبه بها يعني نأخذ العدد كما رأينا في المثال الأول من أعلى إلى أسفل على هذا الشكل، نقوم بكتابته 1.1.0.0 1.1.0.0 في النظام الثنائي. ولنبين أنه تمثيل أو هذا العدد تمثيله لا نهائي يتكرر، نقوم بكتابة سطر صغير على هذا الشكل فوق عفوا فوق العدد، فيكون هذا هو تمثيل العدد 2.8 في النظام الثنائي. إذن رأينا الطريقة بالنسبة لعدد تمثيله نهائي وعدد تمثيله غير نهائي، وحالة خاصة في حالة التحويل من النظام العشري للنظام الثنائي. الدرس المقبل نتعرف إن شاء الله على طريقة التحويل العكسي من النظام الثنائي للنظام العشري بالنسبة للأعداد النسبية. الأعداد النسبية هنا أكرر أني قصدت بها الأعداد التي لها فاصلة وكتبناها على الشكل التالي، جزء صحيح وجزء نسبي وليس على شكل مقام وبسط. إذا نلتقي في الدرس المقبل إن شاء الله. إلى اللقاء.